حضروا سناك خفيف مع مقرمشات الشمندر الصحية. أولاً، نقطع الشمندر ونتركه يطهى حتى يصبح طرياً لمدة 15 دقيقة. بعدها نضعه في وعاء الخلاط مع الزيت ثم نخلطه جيداً. نسكبه في وعاء مع الشوفان، الدقيق، بذور الكتان، بذور الشيا، السمسم، بودرة الثوم، الملح، الفلفل ونحرك المكونات حتى التجانس. نفرد العجين بين ورقتين من ورق الزبدة. نلزع الورقة العلوية. نستخدم قطاعة البيتزا لتشكيل الأشكال التي نريدها. نضعه في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة.